نبدأ فقرتنا من الألعاب الأخرى من كرة السلة، حيث توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بلقب بطولة كأس مصر للسلة لموسم 2023-2024، وجاء ذلك بعد ما حقق الفريق الفوز على نادي الأهلي بنتيجة 68-65 في المباراة النهائية اللي أقيمت على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر. كما حصد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجزيرة المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس مصر لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024. جاء ذلك بعد ما نجح الجزيرة في تحقيق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 77-67 ليختتم البطولة محققا المركز الثالث. نروح للسباحة، حيث انتهت أمس منافسات اليوم الثالث من البطولة الإفريقية للسباحة للكبار والمقامة حاليا في أنجولا خلال الفترة من 27 إبريل وحتى 6 مايو الجاي، وطبعا دي ضمن خطة الإعداد لمحاولة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وارتفعت حصيلة ميداليات البعثة المصرية للسباحة إلى 29 ميدالية متنوعة في صدارة جدول ترتيب ميداليات البطولة بواقع 11 ميدالية ذهبية، 8 ميداليات فضيات و10 برونز، وبمشاركة الناشئين من أجل الاحتكاك القوي من وفي طبعا أقوى البطولات. وفي تنس الطاولة نجح لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة اللاعب محمد البالي في التأهل للدور التمهيدي لبطولة سعودي سماش المقامة خلال فترة ما بين 1 مايو وحتى 11 مايو، وطبعا بيتمكن البالي من تحقيق فوز مثير في الدور التمهيدي الثاني على نظيره بطل إيطاليا ماتيو موتي بنتيجة 3-2، وكان قد نجح كده اللاعب في تحقيق الفوز على مواطنه يوسف عبد العزيز بنتيجة 3-1 في مباراة الدور التمهيدي الأول، ومن المنتظر أن يواجه اللاعب نظيره بطل إيران في مباراة الدور التمهيدي الثالث في تمام الساعة 7 مساء يوم الجمعة. تقام اليوم الجمعة منافسات نهائي بطولة كأس السلة سيدات الساعة 8:30 مساء بصالة الدكتور حسن مصطفى باكتوبر لتحديد الفريق الفائز باللقب، وبيلتقي السيدات السلة الأهلي مع سبورتينج بينما بيلتقي هليوبلس مع الجزيرة لتحديد بطل النسخة الجارية. صعد الأهلي على حساب هليوبلس بينما صعد سبورتينج على حساب الجزيرة. بيذكر ان سلة الاتحاد السكندري رجال توج بلقب كأس مصر بعد الفوز على الاهلي في نهائي البطولة اللي اقيمت بصالة الشباب والرياضة باكتوبر. بيواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره البنك التجاري الكيني الساعة 6 مساء اليوم يوم الجمعة، والمباراة دي في نصف نهائي بطولة أفريقيا اللي بيستضيفها النادي الأهلي بفرع الجزيرة والمؤهلة لبطولة العالم. تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى النصف النهائي بالفوز على نظيره مايو كاني الكاميروني بنتيجة 3-0 في إطار ربع نهائي البطولة. وأول أمس كمان عايز أقول لكم تأهل كمان فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك لربع النهائي بالفوز على نظيره السنغالي بنتيجة 3-0 في دور الـ16 بالمنافسة، وحقق كمان الزمالك العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0 في ختام المجموعة. نجح فريق سيدات الطائرة الزمالك في الفوز على أسك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3-0 في انطلاق المسابقة يوم الجمعة قبل الفوز على بجاية الجزائري 3-1 يوم السبت. كمان هيواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الأهلي نظيره الأنابيب الكيني الساعة 8 مساء اليوم في نصف نهائي البطولة الإفريقية للأندية، وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى النهائي بالفوز على نظيره الكحول الإثيوبي بنتيجة 3-0 في إطار ربع نهائي البطولة المؤهلة لبطولة العالم. كما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى ربع النهائي بالفوز على نظيره سانت دينيس بنتيجة 3-0 على صالة الملك عبد الله الفيصل، وحقق فريق سيدات الطائرة بالنادي الأهلي العلامة الكاملة في الدور الأول بتحقيق الفوز على نظيره السجون الكيني بنتيجة 3-0 في تاني مواجهته ببطولة أفريقيا.
ونجح كمان الاهلي في تحقيق الفوز باول مواجهاته في هذه النسخه المؤهله لكاس العالم للانديه على نصريه بجايه الجزائري بنتيجه 3-0.